يقول السائل: إذا كنت داخل المسجد ثم خرجت لبعض حاجتي كدورات المياه، فهل يجب علي إذا عدت أن أصلي ركعتي تحية المسجد؟ إذا خرجت من المسجد بنية الرجوع فأنت في حكم الباقي في المسجد، فلا تأتي بتحية المسجد إذا دخلت، لأنك خرجت بنية الرجوع، فأنت مثل الجالس في المسجد. إنما تحية المسجد لمن دخله أول مرة يريد الجلوس فيه. نعم. وإذا صليت زيادة خير، إذا صليت زيادة خير، لكن ما يسمى هذا تحية المسجد، يسمى صلاة نافلة. نعم.